بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي 77 بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم 12 من شهر الله المحرم 46,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتابع فيه فصولا مضت في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وما يتعلق بها وما فيها من الفوائد والهدي والأحكام، نتعلم سنته لنقتفيها ونبحث عن هديه لنتأسى به. وملء القلوب حب وشوق صادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نجعل من سنته علما نهتدي به، وراية نفيء إليها، وظلا نستظل به لنلقى الله سبحانه وتعالى مؤمنين به، متبعين لنبيه عليه الصلاة والسلام، مستكثرين في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، على من حثنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه به عشرا، طابت بك الدنيا أيا نور الهدى، وأضاء وجهك ظلمة الأكوان، صلى عليك الله ما بلغ الهدى من رحمة وشريعة وبيان. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، وألزمنا يا رب سنته، أحينا عليها وأمتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله منها، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. إذن هذا الفصل في الهدي النبوي بعد الصلاة، بعد الفراغ منها والتسليم، ماذا يفعل صلوات الله وسلامه عليه. مضت معنا فصول عدة تدارسناها في مجالس مضت، كان الحديث فيها عن هديه عليه الصلاة والسلام في كل فعل وقول من أقوال وأفعال الصلاة، من التكبير إلى التسليم، بما في ذلك من الأذكار والأدعية والمسائل والفوائد والأحكام. امتدادا لما سبق، عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل، فإن ما بعد الصلاة امتداد لما كان في الصلاة، ومن أكرمه الله فتعلم الهدي النبوي في الصلاة فأحرى به أن يتبع ذلك بالهدي النبوي بعد الصلاة. قال رحمه الله: فصل فيما كان يقوله عليه الصلاة والسلام بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله منها. الانفتال الالتفات من جهة القبلة إلى جهة المأمومين خلفه عليه الصلاة والسلام، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. يا كرام، بعد الصلاة كما قلنا امتداد للصلاة، امتداد وختام لما كان في الصلاة، والذي كان في الصلاة الأنس بذكر الله والطمأنينة والفرح ولذة السرور وقرة العين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فما بعد السلام هو امتداد لذلك الأنس. من عاش الأنس في الصلاة
واللذة والنعيم وقرة العين والله لا يسعه إلا أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. تدري ما هو؟ لن يسارع بعد التسليم بالخروج والانصراف من مصلاه، بل سيبقى وينظر في الهدي النبوي ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. لا عجلة ولا انصراف بعد الصلاة مباشرة لمن يروم الهدي النبوي الأكمل. ليس هذا جزءا من الصلاة، وترك الهدي النبوي بعد الصلاة ليس منقصا للصلاة في نفسها، لكن لحالاتها الأكمل التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماما كما نقول فرق بين من يبكر إلى الصلاة فيأتي قبل أن يدخل الإمام فيها، سبق فأتى مع الأذان واستمتع بما بين الأذان والإقامة من الذكر وقراءة القرآن والدعاء، حضور قلبه إذا دخل في تكبيرة الإحرام ولا شك أتم وأكمل ممن يأتي مع بداية الصلاة. والثاني إذا أدرك الصلاة من أولها فأجره وثوابه وحضور قلبه إن خشع أكمل وأتم ممن جاء في أثنائها أو في آخرها. هكذا هو. وقل مثل ذلك فيما بعد الصلاة، فمن وجد الأنس واللذة والمتعة بذكر الله في الصلاة فإنه يتبع ذلك ببقية من الأنس بذكر الله عز وجل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الفصل يا كرام فيه جملة من السنن والمستحبات من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفعله عقب الصلوات إذا فرغ منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أولا، هذا فور الفراغ من الصلاة والتسليم منها يستغفر ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا روت عائشة وثوبان رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا بعد الفراغ من الصلاة. هذا أول شيء يفعله، ما كان يبادر بالكلام مع شخص بجواره ولا مع من يسأله، يبادر بالاستغفار. إذن هذه أولا. ثانيا، كما رأيت هذا الذكر يشتمل على قسمين: الأول استغفار، والثاني ذكر وثناء على الله. الاستغفار ثلاثا ثم الثناء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام من أسماء الله، وأسماء الله عدة، فلماذا اختار اسم السلام خاصة في هذا الموضع من الذكر بعد الصلاة؟ ما قال اللهم أنت الكريم، ما قال اللهم أنت الرحمن، والله كذلك سبحانه وتعالى، لكن تعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام في مقام الدعاء والثناء يتوسل إلى الله ويثني على الله بما يناسب المقام الذي يكون فيه. فإذا استغفر كان مناسبا لأسماء الغفور والرحيم ونحوها، وإذا سأل وطلب توسل باسم الكريم والوهاب وذي الجلال والإكرام ونحوها. فمناسبة استخدام اسم السلام في هذا المقام لم ينص عليه في الحديث، لكن لأهل العلم فيه مقالات لطيفة وتأملات بديعة، منها أن المقام مقام سلام من الصلاة، وهو لما فرغ قال: السلام عليكم، يسلم على من؟ على من على يمينه وشماله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. والسلام كما تقدم في ذكر الدعاء في التشهد بهذه الصيغة، لما تقول: السلام علينا، السلام على عباد الله، السلام عليك أيها النبي، لها معنيان كما تقدم: إما أن نقصد بالسلام اسم الله تعالى، فأن أقول: السلام عليك، يعني الله السلام عليك، كما تقول بسم الله عليك، فأنت تذكر اسم الله على الشيء. وإما سمينا اسم الله السلام لأننا نطلب السلامة لمن نسلم عليه، أو أن نقول: السلام عليك، يعني أسأل الله أن يكتب لك من السلام، لأنه سبحانه هو السلام.
فهذا مناسبة ذكر هذا الاسم الكريم في هذا المقام. فابتدأ من الله: اللهم أنت السلام، فهذا اسمه سبحانه، ومنك السلام الفعل الذي نريده منه سبحانه، كما تقول: يا رب أنت الرحمن فارحمني، أنت الكريم فأكرمني، أنت المنان فمن علي، وهكذا تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فتطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم، أن تعيش حياتك في سلام. فإذا سلمت في حياتك عبد الله، سلمت من المصائب، من المتاعب، من المكاره، من الهموم، من نكد الحياة، يعني هل ستعيش في نعيم الجنة في الدنيا؟ الجواب لا. لكن مهما أتتك من الكربات وأحاطت بك من الهموم وضاقت عليك الدنيا، فإن الله سبحانه ينزل عليك من السلام ما تطمئن به نفسك، ويرتاح به قلبك، وتسعد به حياتك. لن نخلو في حياتنا من مصائب، من متاعب، لأنها دار كدر، دار ابتلاء. لكن فرق بين أن تترك عبد الله تصارع أمواج الحياة متقلبا على جمر همومها وغمومها، تصبح عليه وتمسي، فيتقطع قلبك ويشيب رأسك ويتفتت كبدك، وبين أن تصارع أمواج الحياة محفوفا بسلام من الله يسلمك الله عز وجل. فإذا أتتك المصائب مرت عليك مرور الكرام، وإذا غشيتك الكروبات لحظات وتنجلي، لأن الله السلام كتب لك السلام. هذا دعاء لو استشعرنا معناه والله لألفينا ذلك في حياتنا طمأنينة عجيبة وانشراح صدر كبير. القسم الأول الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نستغفر الله في هذا المقام أيضا لحكمة عظيمة. نحن ما كنا في ذنب أو خطيئة أو معصية اقترفناها فجئنا نقول استغفر الله، لأنه تقرر في عرف كثير من الناس أو في فهمهم أن الاستغفار يكون في مقام الذنب والعصيان وارتكاب الخطأ ومقارفة الإثم، حتى أصبح هذا مستقرا، فلا يستغفر إلا العاصي ولا يطلب المغفرة إلا مذنب. حتى إن بعضهم كان في مجلس فقال لصاحبه ومازحه: يا رجل قل أستغفر الله. قال: أنا إيش سويت؟ يعني أي ذنب وقعت حتى تطلبني بالاستغفار؟ نحن نستغفر الله على كل حال. طيب ما مناسبة هذا بعد الصلاة؟ قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وقال: في الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ارتباط الذكر بعد العبادات الكبرى في الشريعة متقرر، ولذلك حكم عظيمة. الذكر جليل، ذكر الله عظيم، حياة للقلوب، إنعاش للأرواح، وإتيانه في جوف العبادات وفي أعقاب العبادات بعد الفراغ منها هذا أمر عظيم في الشريعة، ولا فوته إلا مسكين، والله محروم من حرم نفسه من الأذكار في أعقاب العبادات، وربما أتاه الشيطان فتشبعت نفسه بالذكر الذي قضاه في الصلاة واكتفى، بالذكر الذي قضاه في الحج واكتفى، بالذكر الذي حصل له في الصيام وهو صائم وليالي رمضان وهو قائم فاكتفى. يحصل عنده شيء من التشبع الزائف الموهوم. القلوب المتعلقة بالله ما تشبع من ذكر الله، بل كلما استكثرت طمعت، وكلما ذاقت اشتاقت، ويزداد هذا حتى يدمن أحدهم ذكر الله فيغدو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا هو المقام. فأنت تستغفر الله في هذا المقام لحكم عظيمة، لأن الاستغفار ليس بالضرورة أن يكون عن عصيان ولا تقصير ولا ذنوب، وإلا فما تفسير أن يستغفر المصطفى صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد 100 مرة، في المجلس الواحد 70 مرة؟ ما تفسير هذا؟ تفسير هذا يا كرام أن الكمل من البشر من الأنبياء والرسل عليهم السلام عرفوا حق الله ومقام الألوهية، وعرفوا مقام العبد وحق العبودية، فلهجت أنفس ألسنتهم بالاستغفار لله عز وجل، يستغفرون الله استكثارا من خيرات وحسنات وبركات لا تؤتى إلا بمفاتيح الاستغفار. علموا أن الاستغفار مفتاح عجيب تفتح به الأقفال والخزائن
فيجد صاحبها من الخيرات والبركات ما لا يعطيه الله إلا لعباده المستغفرين. الاستغفار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، هذا في حال الذنب والخطيئة والمعصية. قال: ويخرجه من العمل الناقص إلى العمل التام. بمعنى أنك إن صليت أو صمت أو حججت فإنك لا محالة لا يخلو فعلك من نقص وقع فيه مهما اجتهدت وخلل، فيستدرك هذا بالاستغفار ليتم لك العمل ويكتب لك تمام الأجر. قال رحمه الله: ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل. قال: فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علما بالله. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: إن ذلك، يعني الاستغفار بعد الصلوات، قال: لشهود العباد على تقصيرهم في أداء الطاعة وترك القيام بها على الوجه الذي يليق بالله تعالى، حيث يكون أرجى للاستجابة في هذه الأزمنة المباركة بعد الصلوات المكتوبة. فإذا لا تغفل عبد الله عن الاستغفار ثلاثا إذا فرغت من صلاتك مستشعرا هذه المعاني: أولا أنك ما زالت عبادتك ناقصة فتستغفر الله، صليت نعم لكن لا والله ما هذا حق الله، فتؤدي العبادة مستشعرا نقصك وتقصيرك فتقول: يا رب اقبل واغفر ما فيها من نقص. تستغفر الله مستشعرا اقتداءك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترجو أن تكون على خطاه، ملء قلبك الحب والصدق، أن تكون من أقرب أمته له حبا ومن أكثرهم لسنته اتباعا، هذه التي تقربك من سنته في الدنيا عملا وتطبيقا هي والله التي تقربك منه يوم القيامة مجلسا. فاستكثارك من السنن في الحياة هي خطوات تقصر بها المسافات بينك وبين المقام العظيم في صحبته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، بل يسرع الانفتال إلى المأمومين. قلنا الانفتال بمعنى الالتفات من جهة القبلة إلى جهة المأمومين، هذا هدي نبوي وسنة تتعلق بالأئمة في الصلوات، أن أحدهم إذا سلم من صلاته لا يزيد في استقباله القبلة بوجهه بعد الصلاة على هذا القدر: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يسارع بالانفتال في صلاته إلى المأمومين بالالتفات إليهم، هذه سنة. لأن بعض الأئمة خصوصا إذا كان حديث عهد بالإمامة يظن أن من تمام الخشوع وأدب الصلاة أن يظل مستقبلا القبلة، والسنة بخلاف ذلك، فإذا فرغ استقبل المأمومين بوجهه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال: ما معنى ينفتل عن يمينه وعن يساره؟ نعم، الآن هو مستقبل القبلة، سلم والمأمومون خلفه، فإذا التفت إليهم هل يلتفت من جهة اليمين أو من جهة الشمال؟ قال: ينفتل عن يمينه وعن يساره، يعني كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإن كان الأكثر عن جهة اليمين، لكن ثبت هذا من فعله كما ستسمع الآن، وثبت ذاك أيضا، حتى لا يظن الإمام أن السنة التيامن ولا بد أن ينفتل من جهة اليمين، بل ثبتت حتى جهة اليسار في الالتفات إلى المأمومين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وقال أنس:
أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، والأول في الصحيحين والثاني في مسلم. يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، حديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم. وحديث أنس رضي الله عنه: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. فالحديثان صحيحان إذن. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. طيب، أثبت حديث ابن مسعود الانفتال من جهة اليسار، وأثبت حديث أنس رضي الله عنه الانفتال من جهة اليمين، فحتى لا يقول قائل تعارضت روايتان فنضطر إلى الترجيح، أو نقول صحابيان حكى كل واحد منهما ما رأى، حديث ابن عمرو أثبت الأمرين. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة، فأثبت كلا الأمرين، والحديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهم رحمة الله عليهم. إذا انفتل الإمام فالمقصود به أحد أمرين: إما الالتفات إلى جهة المأمومين وإكمال الأذكار وتمامها كما سيأتي بعد قليل، أو المقصود الانصراف من المسجد والخروج، فإن هذا أيضا معنى من معاني الانفتال من الصلاة، الخروج من الصلاة والانصراف منها أو القيام عنها إلى خارج المسجد، ليكون في ذلك فسحة للمأمومين أيضا بالانصراف عقب إمامهم لا قبله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. يقبل بوجهه عليه الصلاة والسلام لا بجنبه، هذه القبلة، فرغت أيها الإمام، سلمت وقلت أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم جئت تنفتل إلى جهة المأمومين إما عن اليمين أو عن اليسار، لا تلتفت إلى الجهة الجانب فيكون الناس عن يمينك والقبلة عن يسارك، أو العكس فتكون القبلة يمينك والمأموم عن يسارك، التفت التفاتة كاملة فتكون القبلة خلفك والمأمومون أمامك. قال: يقبل بوجهه كما يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما، ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، لا يلتفت إلى يمين المسجد أو إلى يساره، بل يقبل على المأمومين كافة صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. هذه من سنن صلاة الفجر خاصة دون بقية الصلوات. ما هو؟ طول البقاء بعد الفراغ من الصلاة، الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الإشراق، أو ربما قالوا جلسة الضحى ونحوها. فالجلوس بعد صلاة الفجر في المصلى من السنن القولية والفعلية. أما القولية التي ندب إليها صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى الصبح ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، الحديث. وأما السنة الفعلية فالتي سمعت الآن، وقد حكاها جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن سمرة. قال الراوي: قلت لجابر، والحديث في صحيح مسلم: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والسائل له التابعي الجليل سماك بن حرب. قال: قلت لجابر: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. الراوي سماك بن حرب ما جعل هذا السؤال إلا مقدمة، رأت عيناه صحابيا رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقاده الشوق أن يسأل: كنت تجالسه؟ يعني أنا وأنت لو رأينا صحابيا أو رأينا شخصا قابل شخصا، بالله عليك رأيته؟ كنت تجلس معه؟ فهذا من عظيم الشوق. قال جابر: نعم كنت أجالسه كثيرا. ثم قال: كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مجالسهم في المسجد بعد الصلوات ربما كانت أحاديثهم تحدثاً بنعمة الله الذي هداهم للإسلام، فيذكرون مما كان من شأن الجاهلية وما كانوا فيه من الضلالة وما كانوا فيه من الغواية، يتذكرون نعمة الله فيحمدونه والهداية فيثبتون ويسألون الله الثبات، فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يضحكون بما كانوا عليه من حالهم الذي يضحك منه العاقل إذا عقل، لكنهم كانوا في وقت الجهالة وقبل الإسلام لم يكونوا كما كانوا عليه بعد الهداية. والشاهد من الحديث كما قال هنا: كان يقعد في مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. فإذا حتى تطلع، قال تطلع الشمس حسنا، يعني لا مجرد شروق الشمس، لا، بل حتى يستتم طلوعها وهو ارتفاعها قيد رمح بعد الشروق، لأن الوقت وقت نهي بعد الشروق مباشرة. فإذا تم ذلك وهو دقائق، يقدرها الفقهاء بنحو 12 دقيقة، فإذا كان هذا الوقت اليسير هو الارتفاع التام، وهو مقصود المصنف بقوله حتى تطلع الشمس حسنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة. ما أحرانا والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نحفظ هذا الذكر، وأن نحفظه أولادنا البنين والبنات، وأن نتعاهدهم، فإن هذا دين وهذه عبادة، والصلاة رأس مال المسلم، والذكر بعد الصلاة من تمام زينة الصلاة وحسنها وكمالها. فإن شأنهم على ذلك تعودوا إذا فرغوا من الصلاة ألا يعجلوا بالانصراف، فإذا ألفوا العجلة بالانصراف بعد الصلاة أصبح هذا سمتا وعادة يصعب الانفطام عنها. لكن متى ألفوا ذلك؟ منذ نعومة أظفارهم ومراحل تعليمهم للصلاة، طابت بها نفوسهم وتعودت عليها، ثم تحببت إليهم شيئا فشيئا. فإذا صحب ذلك مع تقدم أعمارهم وسن حياتهم معاني تعلموها ولطائف ساعدناهم على فقهها، كان ذلك أثبت لقلوبهم في معنى هذا الباب الكريم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جمل كما سمعتم فيها توحيد لله عز وجل، فيها نفي الشرك عن الله جل وعلا، فيها إثبات الملك المطلق لله تبارك وتعالى، فيها الحمد الكامل لرب العزة والنعمة، فيها القدرة المطلقة، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، ذكر عظيم والله. ولذلك ارتبط بأعظم العبادات وهي الصلاة بهذه الجمل. فما أحرانا كما قلت أن نحفظه وأن نتعلمه وأن نعلمه. نحفظه كما نكرر آية من القرآن نحفظها، كما نحفظ سورة نحرص على تثبيت حفظها، ثم هي مرة ومرتان وثلاثة للحفظ والتكرار، ثم يتكرر معنا كل صلاة، فإذا هي مما تحفظها القلب وأجراها اللسان مدركا لمعانيها. تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة العظيمة أثقل ما يكون في ميزان العبد، بطاقة لا إله إلا الله التي طاشت في الميزان 99 سجلا من السيئات والمعاصي، كل سجل مد البصر، فتراكمت في كفة الميزان. فإذا بحسن بطاقة فيها لا إله إلا الله طاشت بكفة الميزان،
فتهاوت الكفة الأخرى وفيها السيئات والمعاصي والسجلات التي هي كل واحد منها مد البصر. ثقيلة هذه في الميزان، فينبغي أن تكون ثقيلة في القلوب والإيمان بها، لأنها صلب العبودية وأساسها توحيد الله جل وعلا. فيقول بعد ذلك: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أن تقول الملك لله والحمد لله فتقول له الملك، وهذا على سبيل الحصر، فلا يملك إلا الله ولا يحمد إلا هو سبحانه. تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فإذا أعطى الله عبدا ما منعه أحد، وإذا منع الله عبدا لن يعطيه أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي علمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يعلمه هذا المعنى من الإيمان بالله وتسليم الأمر كله لله عز وجل. فإن الله عز وجل المقدر، إن الله الرزاق المعطي المانع، فإن أعطى الله عبدا ما منعه أحد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، على أن ينفعوك بشيء ما كتبه، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله، فلا شيء إلا بما كتب الله وقدر. عندئذ طب نفسا، طب نفسا بما يكتب لك في الحياة، واسع بالأسباب ووكل أمرك كله لله. قال بعد ذلك: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الحظ، النصيب، الغنى، الأسباب. كأنك تقول: يا رب لا عبد في هذه الحياة ذو منصب أو جاه، ذو مال وثراء، ذو غنى، ذو حظ، ذو شيء من الأسباب، يا رب لن ينفعه ماله ولا جاهه منك إلا أن تقدره له سبحانه. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الجد الثانية هي الحظ والنصيب، هي الفاعل، يعني يا رب لن ينفع صاحب الحظ حظه، لن ينفع صاحب الحظ حظه. ما الذي ينفعه إذن؟ عمله الصالح وإيمانه بالله عز وجل، هو الذي يقربه من الله ويسوق له ما كتب الله له من خير، والباقي أسباب. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول والقوة متقاربان، تنفي عن نفسك وتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. قالوا معنى ذلك: لا حول لنا على الطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا عن ترك المعاصي إلا بالله. فالحول في الخير والقوة في النزع عن الشر، وأنت تبرأ من نفسك إلى حول الله وقوته جل وعلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. جمل أنت تلقنها لنفسك بنفسك، وتسمعها لنفسك بلسانك، وتقولها وتكررها في كل يوم 5 مرات بعد كل صلاة مفروضة تعيدها وتكررها. فكيف إذا حضر قلبك في كل مرة قلتها؟ والله ليزدادن الإيمان في القلب، وتسعد الأرواح، وتطيب الحياة، ويعيش العبد أقرب إلى الله جل وعلا. فإن عدم ذلك، بمعنى أنه أعجمي لا يفهم الألفاظ العربية هذه، أو عربي لكنه يجريها بلسانه غافلا عن معانيها، أو ما وقف عندها مرة، فإذا هو أيضا آت بالسنة، قائم بالذكر، مأجور. وإذا اكتسب فوق ذلك رتبة فجعل قلبه متواطئا مع ما يقول لسانه كان أتم وأكمل وأعظم بلا شك. نسأل الله الكريم من فضله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. طيب، هذا أيضا من أذكار الصلاة،
كما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه والترمذي رحمه الله كذلك من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال هذا الدعاء. وها هنا ثلاثة أمور: أولها أن هذا إنما عده العلماء من أذكار الصلاة لقول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قاله، والحديث كما سمعت في السنن عند أبي داود والترمذي رحمهما الله، وأصل الحديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى ومن حديث ابن عباس. أما الذي في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فهو الحديث نفسه والدعاء ذاته، فلماذا لم يورده المصنف؟ لأنه ليس في رواية البخاري أن هذا يقال بعد الصلاة. قال أبو موسى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ولم يقيده، قال رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فأصل الحديث في البخاري من رواية أبي موسى رضي الله عنه، لكن الفارق أنه لم يقيده بالدعاء بعد الصلاة. وإذا أراد الفقهاء الاستدلال بحديث على مسألة ساقوا الرواية التي يكون فيها موضع الشاهد صالحا للاستنباط وبناء الأحكام عليها. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قريب من هذا الدعاء، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، فذكر موضع الدعاء في مقام آخر وهو صلاة الليل وقيام الليل، الدعاء في التهجد، قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ثم يقول اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. فلم يكن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ربط الذكر ببعد الصلاة، بل قيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما فجعل من أدعية الاستفتاح في صلاة الليل إذا قام يتهجد لما سمعت. إذن هذه مسألة أولى. المسألة الثانية يا كرام في هذا الدعاء أنه دعاء وليس ذكرا، يعني قبل قليل مرت بنا أذكار استغفر الله، اللهم أنت السلام، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا قسم آخر من الأذكار بعد الصلاة وهو دعاء، هذا أيضا دعاء ويعد في أذكار الصلاة لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سيسوق المصنف رحمه الله جملة من الأدعية المباركة النبوية التي يرجى فيها إصابة السنة وإجابة الدعاء اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيلت في موضع هديه عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات. إذن بعدما تتم الاستغفار وبعدما تتم لا إله إلا الله والذكر الذي سمعت قبل قليل، وقلنا إن الحرص على تعلمه لأن الصحابة كانوا يحرصون، كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة وكان أميرا له أن اكتب لي بذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رجل الصحابة الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتعلمون من بعضهم حرصا على السنة، أمير المؤمنين خليفة يكتب إلى صاحب آخر له علمني الذكر اكتب لي. فنحن أولى أن نبحث عن هذا الذكر أن نتعلمه ونعلمه كما قلت من تحت أيدينا. فإذا فرغت من هذا الذكر العظيم لربنا العظيم سبحانه فقد طرقت الباب وآن لك أن تطلب، ادعو الله. فلما جاء في مقام الدعاء لاحظ معي ماذا طلب؟ طلب مطلبا عظيما، المغفرة لا غير، مع أنه قال أول كلمة بعد السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله. عدنا مرة أخرى إلى التأكيد
على أن الاستغفار في أدبار الصلوات مطلب كبير، والله هو مفتاح يفتح به الخزائن، فإذا فتحت لك فخذ ما شئت واغترف من فضل الله ما بدا لك. المسألة الثالثة هو استغفار، فانظر كيف قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منا. لماذا هذا التفصيل؟ لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله أما يكفي؟ لو قال الجملة الأخيرة اغفر لي ما أنت أعلم به مني ألا يكفي؟ بلى. وتعلمنا أن الدعاء بالجوامع أبرك، فلماذا يأتي التفصيل؟ الآن لو كان هذا دعاء مخترعا أقوله أنا أو أنت أو أحد العباد فنقول له لا حاجة التزم الأدعية الجوامع، فلماذا جاء هذا التفصيل؟ ثم لاحظ هو يتكلم عن الاستغفار فعدد أوجه الاستغفار: ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. قال أهل العلم: لذلك حكمتان عظيمتان، أولاهما تذكير النفس بهذا التفصيل بذنوبها ومعاصيها. فأنت إذا قلت يا رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت تمطر على عقلك ذكريات الماضي والحاضر، الأمس القريب والبعيد وكل ما وقع منك، يا رب ما قدمت وما أخرت، ثم تقول ما أسررت وما أعلنت، فأيضا تغمض عينيك، فإذا حال الذنوب في الخلوات حاضرة في ذهنك وأنت تطلب الله المغفرة، والذنوب التي وقعت أمام الملأ قصدا أو بغير قصد تطلب لها المغفرة، هو والله تذكير للنفس، فإنه أدعى لها للتوبة والاستقامة وصلاح الحال. وهذا مطلب عظيم، بأن تذكر نفسك بنفسك بذنوبها ومعاصيها لما تعدد أحوالك في التقصير إسرارا وإعلانا جهرا وسرا خلوة وفي الملأ، كل ذلك تذكره. والحكمة الثانية العظيمة أنه في مقام الاستعتاب فيستحب التطويل والإطناب. كيف يعني؟ يعني أنت في مقام واقف على باب الله تقول يا رب جئتك عبدا مقصرا فاغفر لي، تقول كلمتين وتنصرف، أو الأليق بك في هذا المقام أن تطيل البقاء عند الباب، تقول يا رب عبدك المسكين الفقير المحتاج البائس يا رب يا رب يا رب، فتكرر في مقام الاستغفار والاستعتاب الأقرب إلى الكمال حال العبد في العجز والتعبير عن النقص وكثرة الاعتراف بالذنب. فمقام الاستعتاب يستحب فيه الإطالة والإطناب، وأن تقول يا رب فعلت وفعلت وفعلت، هذا أدعى لأن تستدر من الرحمات ما يكرمك الله تعالى به فتنصرف وقد غفر الله لك. وهذا يحمل عليه عامة أدعيته عليه الصلاة والسلام، فإنه أيضا كان يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. هذا أيضا تفصيل، ولو تأملت جمل الاستغفار في الأحاديث تجدها على هذا النحو، كما سمعت الآن في حديث علي رضي الله عنه، وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كل ذلك في جمل متعددة وروايات متعددة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله بالاستغفار وأتى متذللا متوسلا إلى الله فصل وعدد جمل الاستغفار ليبين مقامات العبد في الذنوب والتقصير والمعاصي مع اختلاف الأحوال، فهذا أدعى إلى نيل المغفرة وكرم الله الواسع، نسأل الله من فضله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه صلى الله عليه وسلم، يعني في استفتاحه في دعاء الاستفتاح في الصلاة. نعم. وما كان يقوله؟ قال: هذا قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه صلى الله عليه وسلم، وما كان يقوله في ركوعه وسجوده. ولمسلم فيه لفظان:
أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم وهذا هو الصواب، والثاني كان يقوله بعد السلام ولعله كان يقوله في الموضعين، والله أعلم. طيب، يشير إلى الحديث الذي سمعت قبل قليل في دعائه عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحديث قال هو أيضا جاء جزءا من دعاء طويل رواه الإمام علي رضي الله عنه في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عند الإمام مسلم في الصحيح. والذي في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقوله في دعاء الاستفتاح في الصلاة، وفيه أيضا أنه كان يقوله بعد السلام، وفي رواية بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام. قال في الحديث الطويل عند الإمام مسلم في الصحيح: كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى أن قال. ثم يقول في الركوع كذا وفي الرفع كذا وفي السجود. قال في آخر الحديث: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حديث علي رضي الله عنه في سنن الترمذي وأبي داود كان إذا سلم من الصلاة قال هذا الدعاء، وحديث علي الطويل في صحيح مسلم كان يقول كما سمعت آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، فيكون هذا واقعا داخل الصلاة لا خارجها. وعند مسلم رحمه الله رواية أخرى هي التي رواها أبو داود والبزار وابن خزيمة أنه كان يقول إذا سلم من الصلاة. قال المصنف رحمه الله: والأول هو الصواب، هي رواية مسلم التي فيها يقوله بين التشهد والتسليم. فإذا كان هذا هو الراجح لن يكون هذا من الأذكار الواقعة بعد الصلاة إذا رجحنا هذا. ومن جمع من العلماء فقال بصحة الأمرين فيقال داخل الصلاة من أذكارها وأدعيتها، ويقال بعد الصلاة عملا بالروايتين، لكن هذا ليس بالقوي، والسبب أنه حديث واحد، والحديث الواحد إذا اتحد مخرجه وتعددت رواياته وطرقه فلا يحمل على تعدد الحال، بل لابد فيها من ترجيح بين الثابت منها على غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله الأكبر الأكبر، الله نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر. ورواه أبو داود. هذا أيضا من الأذكار التي جاء في حديث زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. ما معنى دبر الصلاة؟ له تفسيران: كل حديث جاء فيه ذكر وقيد في الرواية بأنه في دبر كل صلاة، كقوله عليه الصلاة والسلام يا معاذ: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل حديث فيه دعاء وذكر قيد في الرواية بأنه يقال في دبر الصلوات فإنه يفسر بأمرين:
الأول أن يكون في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، فإنه دبر الصلاة بمعنى أنه واقع في آخر أجزائها. والمعنى الثاني أن يكون دبر الصلاة يعني عقبها بعدها مباشرة، وكلا الأمرين صحيح لغة، وحمل العلماء الرواية على هذا وعلى هذا. هذا حديث زيد كان يقول في دبر كل صلاة، وذكر الحديث. الحديث نسبه الإمام ابن القيم رحمه الله أو خرجه في مسند أحمد وسنن أبي داود، وهو أيضا عند غيرهم كأبي يعلى والطبراني والبيهقي رحم الله الجميع، لكن الحديث ضعيف ومداره على داود الطفاري عن أبي مسلم البجلي، والأول ضعيف عند المحدثين والثاني مجهول، فلا يصح الحديث بهذا اللفظ، علاوة على أن في ألفاظ الحديث ما لم يعهد من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوات بجمل لا يعني لا ليست هي سبب الرد، لكنه لو صح السند لحفظ الحديث ورواه الآئمة، وفيما ثبت من الصحيح غنية عن الضعيف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى التكبير 34 فتتم به المئة. طيب، هذا من أشهر أذكار الصلاة، التسبيح والحمد والتكبير، وللسنة فيه 4 صفات. إذا أردت بعدما تقول الاستغفار 3، اللهم أنت السلام، والدعاء بالتوحيد والثناء على الله كما تقدم، تشرع في الأذكار تسبيحا وتحميدا وتكبيرا بأعداد ثبتت السنة فيها ب4 صفات. أولها ما سمعت، أن تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33، فالمجموع كم؟ 99. فتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكون ورد المصلي من ذكر الله بعد كل صلاة 100 مرة موزعة كما سمعت. هذا هو أشهر وأصح ما جاء في الأذكار أو في الأعداد في الأذكار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، ومن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في الصحيح أنه يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، فتكون في التكبير زيادة 1 يتم بها 100. حديث كعب بن عجرة رواه مرفوعا الإمام مسلم في الصحيح، والبخاري رحمه الله أخرجه في كتاب الأدب المفرد لا في الصحيح، وجعله موقوفا من قول كعب، وله لفظ آخر: معقبات لا يخيب قائلهن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. وبالتالي فلم يخرج البخاري حديث كعب رضي الله عنه، وإنما أخرجه الإمام مسلم، فمن العلماء من صحح الرواية المرفوعة عند مسلم، ومنهم من صححها موقوفة على كعب كما أخرجها البخاري في الأدب المفرد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صفة أخرى 25 تسبيحة، ومثلها تحميد، ومثلها تكبير، ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفة الثالثة الآن، قلنا الأولى تسبيح 33، وحمد 33، وتكبير 33، وتمام 100 لا إله إلا الله. الصفة الثانية تمام 100 تكبيرة زائدة فتكون 34. الصفة الثالثة الآن أن 100 موزعة بطريقة أخرى، 25 25، 4 أرباع، فربع 100 25 تسبيحة، وربعها الثاني 25 تحميدا، وربعها الثالث 25 تكبيرا، وربعها الرابع 25 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
وهذا حديث أيضا صحيح صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، صفة صحيحة. هذه الصفة الثالثة. نعم. قال: وفي صفة أخرى 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات. الثلاث الصفات الأولى كان الورد فيها 100 على اختلاف يسير في التقسيم. الصفة الرابعة الورد فيها 30 وليس 100. تسبح الله 10 وتحمده 10 وتكبره 10 وتم لك ذكر الصلاة. طيب، الآن هذه 4 صفات كلها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، ويذكر الله هذا تارة وهذا تارة. طيب، فما السنة بالنسبة إلي أنا وأنت؟ أيضا أن ننوع بين هذا وذاك، أن نفعل هذا تارة وأن نفعل هذا تارة. قال أهل العلم: إذا ثبتت عندك السنة المقيدة بموضع بأكثر من صفة، فالسنة أن تأتي على أكثر من صفة في أكثر من مرة. مثل ماذا؟ مثل دعاء الاستفتاح، ذكر مقيد بموضع في الصلاة، وثبتت الروايات بأكثر من صيغة. فما الأقرب إلى السنة؟ أن تأتي مرة بهذا ومرة بهذا، وليس الجمع بينها في مقام واحد، لأن السنة لم تجمع بينها. ومثل هذه الأذكار بعد الصلوات، ثبت عندنا ذكر في موضع واحد بأكثر من صفة، ليس السنة أن تجمعها في موضع واحد، لكنه من السنة أن تفعل هذا مرة وهذا مرة. فلا تلزم عبد الله صفة واحدة طيلة العمر، ولا تعرف من أذكار الصلوات إلا التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، وتجعل تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا صحيح، وربما كان أصح الصيغ من حيث السند، لكن الباقيات صحيحة أيضا. فالسنة إذن التناوب عليها والإتيان عليها جميعا. الفائدة الثانية أن العبد إذا نوع بين السنن فقد حافظ عليها، ولو لزم سنة واحدة فقد هجر الصيغ الأخرى والصفات الأخرى والسنن الأخرى. ولا شك أن الإتيان بالسنن جميعها خير من الإتيان ببعضها وهجر بعضها. ومن أحب السنة أحياها في حياته وأتى بها قدر المستطاع فلا يفوته منها شيء. الفائدة الثالثة لمن ينوع السنن ويأتي على هذا تارة وعلى هذا تارة، يكون أدعى لأن يفارق إلف الذكر الذي يجري من غير استحضار الذهن والقلب. لكن لو نوع كان هذا مدعاة إلى إحضار القلب والتأمل في المعنى، فإن مفارقة الإلف مدعاة إلى التركيز وحضور الذهن، وهذا أيضا مطلب. فتجتمع لك الفوائد عبد الله إذا اجتمعت لك السنن وتعددت في إتيانها في صلاتك وعبادتك، كمثل الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه 4 صفات كما سمعت في الأذكار بعد الصلاة. وثمة صفة خامسة ختم بها المصنف إلا أنه انتقدها. إذن فهذه 4 صيغ للأذكار بعد الصلاة، تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، سمعتها وعرفت أعدادها. ومن فوائد ذلك إضافة إلى ما تقدم قبل الأذان أن تقول إنها أيضا أدعى إلى موافقة العبد في اختلاف أحواله بعد الصلاة. ما يعني؟ ربما كنت في موضع صلاة على عجلة من أمرك، مصليا في مطار، مصليا في محطة قطار، أو السيارة على الباب وأنت وقفت مرتحلا في طريق أو سائرا، وأنت على عجلة من أمرك ولا تريد أن تنصرف من مصلاك إلا وقد أتيت بأذكارك متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الأوفق لحالك والأرفق بك الصيغة الأخيرة، 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، أتيت بسنة من سنن الأذكار وقمت وانصرفت ولم تحرم اتباع السنة في الإتيان بالذكر بعد الصلاة. وثمة صيغة خامسة يذكرها المصنف ويذكر نقده له رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صفة أخرى 11 كما في صحيح مسلم في بعض روايات حديث أبي هريرة: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33،
11 و11 و11 فذلك 33. هذا صريح بأن العدد 11 ليس 10 وليس 33، وجعل المجموعة كم؟ 33. نعم. قال والذي يظهر، قال والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأن لفظ الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، وإنما مراده بهذا أن تكون 33 في كل واحدة من كلمات التسبيح والتكبير والتحميد، أي تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لأن راوي الحديث سمي عن أبي صالح السمان، وبذلك فسره له أبو صالح فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. هكذا ذكر. وللحديث صلة في نقد هذا الحديث من حيث المعنى والنظر إلى ما تتفق معه الروايات الأخرى، ولها صلة إن شاء الله في مجلسنا ليلة الجمعة القادمة وفي بقية جمعتكم، متسع لمزيد من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليه الله ما قلب هفى لله، ما بين المقام وزمزم طوبى لعبد، قلبه ولسانه عند الصلاة على النبي ترنما. فيا رب صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما تحبها، وصلاة وسلاما تحبنا بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم وفق وأيد أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.